مزيده من اوليكسي بليك وتمر بجوار القائم. لا شختر، شختر يبدو افضل في الشوط الثاني، يبدو افضل كثيرا في الشوط الثاني. الكره العرضيه من بليك وراه جول ماريكا، ماريكا ماتوز اصبح مطلوب منه هدفين. شوف الهدف، شوف الاعجاز، شوف الاعجاز اللي عمله طاير وبكعبه في الزاويه. مش ممكن، هدف لن ينسى، هذا الهدف لن ينسى، سيدخل تاريخ اليويفا والاتحاد الاوروبي من اوسع الابواب. اي مهاره واي ابداع في هذا اللاعب البرازيلي. هدف اعجازي، هدف